إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لقاء خاص. لقاء خاص برنامج حواري منوع يعنى بالشأن المحلي ويتناول أبرز القضايا والأحداث والملفات الساخنة مع المسؤول مباشرة. لقاء خاص تقديم زيد المراشد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين ومشاهدين الكرام، دائما نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشوار جديد وحلقة جديدة من برنامج لقاء خاص معكم وبصحبتكم، نمضي في مشوار حلقتنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا. تقول الأردن تحية يا النجمة ويا هالنجمية، دقوها لعيون القايد والتحية عسكرية، دقوا ودقوا ودقوا دقوا دقوا. تقول الأردن تحية يا النجمة ويا هالنجمية، دقوها لعيون القايد والتحية. هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها إلى كل مستمعين الكرام على امتداد ربوع هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا بكل معاني الفخر والاعتزاز. يقدم الأردن نفسه اليوم كنموذج مميز في مواجهة الأزمات وتراكم المنجزات، لا سيما في ظل تداعيات جائحة كورونا. فقد دأب الأردن على تطويع الصعاب وتحويلها إلى منجزات، فغدا فضل الله عز وجل وبحكمة قيادته الهاشمية والتفاف الأردنيين من حولها أنموذجا في العطاء والإنجاز. لقد أظهر الأردن قدرته وتفوقه في اتخاذ إجراءات وقائية احترازية واستباقية للتصدي لجائحة كورونا العالمية. نعم، نحن فخورين بكافة مؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن، التي عودتنا دائما أن نكون في الطليعة إعدادا وتدريبا وتأهيلا لتكون قادرة في مختلف الظروف على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه. الله يحفظ بلدنا ويحفظ أبناء شعبنا الأردني العظيم. حياكم الله من جديد مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام. مما لا شك فيه بأن الظروف المناخية القصوى والصدمات الاقتصادية باتت تشكل خطرا مباشرا على ملف الأمن الغذائي في العالم أجمع، وتضاعفت هذه المخاطر بسبب تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي يستدعي اهتماما فوريا من كافة دول العالم لمواجهة
خطر نقص الغذاء. ملف الأمن الغذائي على طاولة حوار برنامج لقاء خاص في حلقة اليوم، حيث نقف على الأسباب والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف مع ضيفي بعد قليل وبعد هذا الفاصل، الذي سنطرح مجموعة من التساؤلات عليه حول هذا الملف، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام. مباشرة أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور فاضل محمد الزعبي، الخبير في الأمن الغذائي والسفير السابق لدى الأمم المتحدة للأغذية. مساء الخير دكتور. مساء الخير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. هل حقيقة اليوم يواجه العالم مخاطر نقص الغذاء؟ تفضل. هو موضوع الأمن الغذائي أكبر من نقص الغذاء فقط. نعم. نقص الغذاء هو أحد عناصره، إضافة زي ما تفضلت في مقدمتك الرائعة، نعم هنالك تأثير على نقص الغذاء. هذا التأثير لاحظناه بتسع أشهر الأخيرة من ارتفاع حاد في أسعار المواد الأساسية والاستراتيجية. المؤثر الكبير الذي أضيف في العام الماضي وحاليا هو جائحة كورونا. هذه الجائحة تأثيراتها امتدت ليس فقط إلى الإغلاقات وإلى بعض المحددات التي تؤثر على الأعمال اللوجستية في نقل البضائع من مكان إلى مكان، في قدرة المزارع على الوفاء باحتياجات المزرعة وموسم الحصاد والنقل وباقي سلسلة القيمة الغذائية، وإنما أثر أيضا على الوضع الاقتصادي العالمي، فأصبح هنالك تباطؤ. هذا التباطؤ ينعكس على الاستثمار في كل المجالات ومنها الزراعة. هذا التباطؤ الاقتصادي ينعكس أيضا على مجال الحماية الاجتماعية اللي كانت تقدم سابقا لمحدودي ومعدمي الدخل حتى لا يقعوا في براثن انعدام الأمن الغذائي. أيضا نحن نعلم بأن الاستثمار في الزراعة سوف يقل، كذلك المساعدات الغذائية التي كانت تقوم بها الدول المانحة التقليدية والمبالغ الكبيرة التي كانت تقدمها من أجل مساعدة من هم واقعين في المرحلة الخطيرة من مرحلة الأمن الغذائي. مراحل الأمن الغذائي مصنفة إلى خمس مراحل، المرحلة الأخيرة والسيئة فيها هي المجاعة، ولكن اللي قبلها واللي احنا يعاني منها العالم الآن هي مرحلة بنسميها الجوع الحاد، انعدام الأمن الغذائي الحاد، المرحلة الرابعة. هذا لاحظنا في تزايد، وهذا التزايد كان ملحوظ في العام الماضي. العام الماضي كانت زيادة 20% عن العام اللي قبله. فقلة الموارد المالية اللي توفر من قبل الدول المانحة بسبب التباطؤ الاقتصادي أثرت على أيضا أعداد الجوع، ناهيك عن ما ذكرت من التغيرات المناخية. التغيرات المناخية تضرب وبشدة، و يعني المجال في الحديث عنها هو مجال واسع. ابتداء من تغير أوقات الأمطار وتغير وازدياد درجة الحرارة وما يؤثر على النباتات، وإلى الفيضانات فجأة وهطول الأمطار في غير مواسمها، اضطرابات في المناخ. نعم اضطرابات. نعم. إذن نتحدث عن المنافسة الاقتصادية بين بعض الدول العظمى والصراع الحاصل بهذا الملف، الملف الاقتصادي اللي بهم كل الدول، ولكن يتم السيطرة عليه من قبل بعض الدول العظمى التي تسعى أنها تكون دائما في المقدمة وفي الطليعة للتحكم بملفات أخرى. طيب دكتور، سؤالي اليوم، ارتفاع الأسعار اللي لمسناه في بعض دول العالم ومن بينها الأردن، هل له يعني خلينا نحكي
ارتباط مباشر ووثيق بموضوع النقص الحاد في الأغذية، خلينا نحكي في دول العالم، أم أن أيضا الأسباب قد تكون أسباب اقتصادية؟ نعم، يعني خلينا نعطي أمثلة، ما رح أدخل في مجال كل الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع الأسعار بالفترة الأخيرة، بس أعطيك أسباب نعم. سهل أنه نستشهد فيها. لا، لأنه المواطن حاب يعرف اليوم بالضبط. سبب ارتفاع الأسعار هل هو بسبب تراجع القدرة الإنتاجية للدول التي تصنع الغذاء؟ في احنا بنعرف في بعض المتطلبات والسلع الغذائية غير متوفرة في الدول، في بعض الدول محليا، ويتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، أم أن الارتفاع يعود لأسباب اقتصادية وسياسية لتلك الدول؟ نعم، مشان أوضح إجابتي بدي أعطيك أمثلة. نعم، عندما نتحدث عن ارتفاع اللحوم، السبب أكبر مصدر للحوم هي قارة أوقيانوسيا، أستراليا ونيوزيلندا، هذا ما لا شك فيه إلى نعم. جزء كبير من السوق العالمي. عندما تأتي مواسم الجفاف في هذه المنطقة، هذا التأثير المناخي إذن سوف تؤثر على الإنتاج، فعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات. إذن هذا سبب طبيعي، خلينا نسأل. هذا سبب طبيعي. السبب الآخر لأغراض المخزونات الاستراتيجية، لما نيجي إلى أوروبا وتصديرها للألبان والحليب، أيضا هذا أدى إلى ارتفاع أسعارها. ناهيك عن دول أخرى موجودة وهي منتج أساسي للقمح، أيضا صار في انخفاض نتيجة التغيرات المناخية، هذا جانب. لكن هنالك جانب آخر، جانب مهم، ارتفاع أسعار النفط أدى إلى إحياء صناعة الوقود الحيوي من النبات. نعم، وقف بفترة كورونا لأنه أسعار النفط كانت في هبوط، ما كان مجدي أنك تستخرج الوقود الحيوي من النبات. الآن ارتفعت أسعار النفط، أصبح وبالذات الأرجنتين والبرازيل أصبح في هنالك طلب كبير على الذرة، وهي من النباتات أو المنتجات النباتية اللي تستخدم للوقود الحيوي. نعم، والزيوت والوقود الحيوي. صحيح. الذرة، قصب السكر، لذلك خفت ارتفعت أسعار السكر، صار في طلب للوقود الحيوي بسبب ارتفاع أسعار النفط. نعم. وهذا طبعا كله، هذا لسببين أو مثلين مباشرات أعطيتك إياهم، اللي هو التغيير المناخي وارتفاع أسعار النفط أو الوقود الحيوي. لكن هنالك أسباب أخرى تتمثل بعنوان عريض، الفقر والجوع مرتبط بالعدل والمساواة، العدل في التوزيع والمساواة بين الأمم، المساواة بالتوزيع والمساواة بالإنتاج والمساواة بالاستثمار والمساواة. هاي المعادلة أساسا كان فيها اختلال، وكان معظم العاملين في مجال محاربة الأمن الغذائي، سواء كانت منظمات دولية أو حكومات أو منظمات أهلية أو منظمات غير حكومية، منظمات المجتمع المدني كلها كانت تعمل على التخفيف منها، أصيبت بضربة قاسمة في وباء كورونا. والأمن والاستقرار الأمني اللي إحنا بنتغنى فيه في الأردن نعم. وننعم فيه في الأردن نعم. هو أساس قدرتنا على مجابهة وباء كورونا، مجابهة تحدي الأمن الغذائي أو أي تحديات أخرى. هذه نعمة حبان الله بها، الحمد لله على هذه النعمة. يعني هاي رسالة بجوز اليوم للمواطن، البعض بيقول لك يعني شو معنى استقرار النظام الأمني في أي دولة؟ لا، هذا هو يعني سبب الأساس. مباشر لدمار بعض الدول، لأنه ما استقر النظام السياسي بتلك الدول، عانت الآن اليوم تصنف من دول إنها مجاعة. مجاعة. مش هيك دكتور؟ في المرحلة الرابعة يعني. مرحلة الرابعة. مرحلة. نعم، مرحلة خطيرة جدا. طيب، نتوقف مع فاصل أول قصير في حلقة اليوم من برنامج لقاء خاص مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود لنستكمل هذا الحوار الطيب مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور فاضل الزعبي، لكن بعد هذا الفاصل القصير. صبحك صباح الخير، اسمك على شفاك، عزك بأرض الطير بين نداك، مش نية يا عمان ردي جدايل كيل، ريت العمر ما كان لو ما كنت منكي، يا أردن يا عطر الروح، يا ساكن عيوني، يا صفا
الحسنة السوداء ليك العمر مرهور وسنين مرصودة. منايا إما جبال ورجال خيالة عالي على صعقال نجم السما طالع. حياكم الله من جديد مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام، ومساء الخير مرة أخرى لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور فاضل محمد الزعبي. مساء الخير. مساء. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن أهمية الأمن اليوم واستقرار النظام السياسي في أي دولة حتى يحافظ على لقمة العيش تعيته. الأمن الغذائي شيء مهم، بجوز يعني البعض مش متصور لما تصل بعض الدول تصنف إنها في عندها يعني شبه مجاعة بين مواطنيها، فما بعرف يعني كيف تكون الحياة بدون طعام وبدون أمن غذائي لأي دولة. فبالتالي موضوع الاستقرار والأمن والأمان اللي حبان الله عز وجل به في الأردن، هذا شيء لازم احنا نحمد ربنا عليه ونفتخر اليوم انه عندنا قيادة هاشمية حكيمة قادرة على ان تخطط للمستقبل. وأنا بدي أنتهز هاي الفرصة وأرجع شوي لورا دكتور بعد إذنك. جلالة الملك منذ بدء جائحة كورونا مباشرة كان همه الأول أمن الغذائي. الأمن الغذائي، واجتمع مع الحكومة وكان في عنده توجيهات للحكومة وزار بعض المناطق زي الصوامع مثلا، تأكد حجم الحبوب قديش عندنا كميات الحبوب اليوم، لأنه جلالة الملك عنده رؤية أنه هاي الأزمة عالمية وبعيدة المدى. فأنا بدي تعقيب من الدكتور فاضل على موضوع اجتماعات سيدنا الأخيرة ومنذ بداية جائحة كورونا في موضوع ملف الأمن الغذائي. دكتور كيف تقرأها؟ نعم، حقيقة منذ بداية أزمة كورونا وجلالة سيدنا يركز على ما نسميها الهزات الارتدادية لهذه الجائحة، نعم، وأهمها الأمن الغذائي. لذلك لم يترك مناسبة إلا وذكر في الأمن الغذائي، ولم يذكر في الأمن الغذائي بشكل عام، بينما تحدث بشكل تفصيلي ومتخصص. يعني ذكر بأن يجب أن نعمل أن يكون الأردن مركز إقليمي للأمن الغذائي، نعم، هذا لوحده مشروع. ذكر جلالة سيدنا في أكثر من مجال أنه يجب أن يكون هنالك إطار تنظيمي وقانوني لموضوع الأمن الغذائي. إذن هذه عناوين كبيرة، نعم، هذه عناوين ورسائل ملكية سامية إلى العاملين في القطاع الزراعي، إلى أصحاب القرار في الشأن الزراعي. لكن مدى التقاط هذه الرسائل تفاوت. مدى التقاط هذه الرسائل المهمة كان بصراحة يعني أمامهم فرصة كبيرة أن يستفيدوا من هذه الرسائل الملكية السامية الواردة بهذا الوضوح من أجل تطوير الوضع باتجاه أن يكون قانونيا وتنظيميا، نعم، وإقليميا. الآن عودة إلى موضوع ربط الأمن والأمن الغذائي، ذكرت نقطة مهمة جدا هي قضية زيارة جلالة سيدنا للصوامع، وهي بتخليني أجيب مثل المؤسسة المدنية الاستهلاكية العسكرية والمدنية وكل، نعم، المرافق اللي كانت تؤثر ومفاصل، نعم، على الأمن الغذائي. هذا بخليني أرجع لنقطة مهمة، أنه هنالك دول إنتاجها الزراعي ضعيف جدا وما عندهاش قدرة، يعني صحراء ما فيهاش أي قدرة على الإنتاج الزراعي، وتجدها في الأمن الغذائي هي في المركز الأول في العالم. كيف إذن؟ طيب شو المعادلة؟ هذا سؤال مهم. هنا نأتي لأهمية زيارة سيدنا لمرافق الصوامع على سبيل المثال، الحبوب كلها مستوردة، نعم، إذن تأمين المستورد. احنا في لازم نميز بين الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي. الاكتفاء الذاتي مفهوم قديم، هذا مفهوم شيوعي اشتراكي كان من اجل انه يسكروا الستار الحديدي على الاتحاد السوفيتي وكل من اللي بتزرعوا. الان ما بتقدر انت تزرع كل شيء، وما بتقدر انت دولتك بتقوم بزراعه كل ما تريد استهلاكه وكل ما تريد ان تاكله. لا، انت بتزرع اللي انت شاطر فيه، بتصدره بثمنه، بتجيب اللي ما بتقدر اللي بحاجته انت، نعم. لذلك نقطة توفر المواد الغذائية وتوفر السلع الاستراتيجية، احنا كمان مشان نبسطها على المستمع والمشاهد، الامن الغذائي يجب ان
يحدد ما هي السلع التي يجب أن نهتم بها. إحنا مش كل الأكل أمن غذائي، يعني بنقول لحوم كبروتين، مصدر حيوان البروتين، دواجن، أسماك مثلا، بس بنيجي على البقوليات، في الخضروات، شوفي في الخضروات بجوز البندورة والخيار، بدنا نحدد الحليب إيش إحنا الفقرات حاجة له بشكل أساسي، ولن تتجاوز 9 و10 بالمناسبة عندنا بالأردن مثلا وفي أي دولة. 9 و10 مواد هي اللي الاستهلاكية التي تؤمن لك ما يسمى الانيرجي انتيك، يعني الطاقة اللي أنت بدك تستهلكها هذا اليوم، كم كالوري راح تأخذ. فهي بين البقوليات بين الحبوب، يعني زي كأنك تحكي لي يا دكتور اليوم في بعض السلع الغذائية والمواد الغذائية هي كمالية، من الكماليات، يعني مش ضرورية إلي، ضرورية للذوق بس، للحياة غير ضروري. انعدام أمن غذائي لا، في 19 فقرات، يعني لا تنترج هاي اللي سميناها زي ما تفضلت للذوق مثلا، أنا قدرت أشتريها قدرت ما قدرت، يعني أنا مش مضطر لها بالضبط، لا تندرج تحت مفهوم الامن الغذائي هاي يعني الفراوله انت لازم تاكل كل يوم. نعم. ولا بروكلي. نعم. تمام. طيب عطفا على الحديث اللي تفضلت فيه دكتور، هل تستطيع ان تقيم ملف الامن الغذائي على مستوى الاردن وتصنيفنا عربيا بهذا المجال؟ يعني وضعنا كيف اليوم؟ شوف، كونه الامن الغذائي بالذات والتصنيف العالمي له لا يعتمد على مؤشر واحد، عدة مؤشرات، يعتمد على سلسلة هائلة من المؤشرات. نعم. تأتي، خلي أوضحها بشكل هيك بسيط، هي 4 أركان. الركن الأول توفر الغذاء، توفره سواء من الزراعة أو بالاستيراد، المهم توفره. نعم. يعني المواطن بده يروح يجيب قمح، موجود، زيت، موجود. 2، سلامته، هذا هل هذا نعم، وهي نقطة مهمة جدا طبعا، السلام الغذائي، هل هذا ولت حوادث تسمم واحنا مش ناقصين، نعم، انه صحي او غير صحي بالضبط، وكونه مغذي او غير مغذي برضه نقطة جوهرية. نعم. يعني خليني اعطيك نقطة بجوز تثير تساؤل لدى المواطنين، السمنة المفرطة هي من اشكال انعدام الامن الغذائي، والسبب انه حتى يغطي على عدم قدرته على شراء اللحوم والمغذيات، فممكن انه ياكل الاكل اللي بس بيعبي البطن وبيزيد السمنه، ولذلك في بعض الناس يعني ثقافاتي بالنتيجه، البعض يعتقد انه اللي عنده سمنه انه هذا ما شاء الله مريش طول النهار ياكل لحم وجاج وبتغدى وبفطر وبتعشى وجوز 4 أو 5 وجبات باليوم. 680 مليون في العالم يعانون من السمنه المفرطه بسبب انعدام الامن الغذائي. بسبب انعدام الامن الغذائي، هي نقطه مهمه جدا، انا اول مره بسمعها للامانه. لا، هي شكل من اشكال انعدام الامن الغذائي السمنه المفرطه. الان اذا هذا الشرط الصحي. تمام. الشرط الثالث وهو المهم، القدره على الشراء، هل موجود كل شيء لكن جزء ما يكون، لكن معيش مصاري، صحيح، فقدت عملي، نعم، معدم الدخل، محدود الدخل، كورونا والحظر بطلت اقدر اشتغل او قل شغلي، نعم، اذا هذه النقطة مربوط معها نقطة أخرى اللي هي واجب الحكومات والمجتمع المحلي، اللي هي الحماية الاجتماعية. نعم. إيش أنا بقدر أروح للمتأثرين بالأمن الغذائي وأساعدهم. نعم. أما النقطة الرابعة في هذا الركن والمؤشر اللي تقاس عليه، استمراريته، هل هذا وضعي طول السنة ولا أشهر أنا أوكي وأشهر مش تمام. هاي المؤشرات كاملة، كل واحدة طبعا تندرج تحتها 30-40 مؤشر، يعني قياسات وكل معلومات تأخذ. هاي المؤشرات كلها بتخليني أحط الدولة، هل هي في مصاف الدول اللي آمنة غذائيا ولا؟ الأردن آخر تصنيف إحنا كنا 64 في المركز 64 عالميا، وهو مركز متوسط مع الجائحة مقبول. حسب إحصائيات 2019 اللي صدرت في 2020 قبل الجائحة، كانت نسبة انعدام الأمن الغذائي تصل إلى 13%، بتحكي عن 1,300,000، بس هنا انعدام وهشاشة أمن غذائي. في فرق، ذكرت لك أنا مراحل الأمن الغذائي، نعم، 5، ففي هشاشة الأمن الغذائي، نعم، اللي هو مش دائما بيحصل على الأكل، في انعدام الجوع والجوع الحاد وبعدين المجاعة،
فلذلك هذه الأمور. ماذا نستطيع أن نقول عن إيداء الحكومة وإيداء المواطن خلال جائحة كورونا؟ لا تستطيع أن تحدث التالي: مزارعنا استطاع أن يمد الأسواق بالخضروات خلال مدة الجائحة والحظر. إذن قطاعنا الزراعي استطاع أثبت كفاءته وقدرته نعم خلال الجائحة. نعم. الآن المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، يعني خليني أذكر على سبيل المثال مؤسسة ولي العهد، سمو ولي العهد، عندها مبادرة اسمها نوى، مبادرة من مبادرات المجتمع المدني، قامت ووصلت إلى مش حافظ الأرقام إلى 200,000 من عمال المياومة. نعم. يعني أعذرني للرقم مش بتأكده، بس رقم كان كبير. نعم. ومثلها الكثير، هيئة الإغاثة الهاشمية وغيرها من الهيئات، ما بدي أذكرها بس هي كثيرة، قامت في دور. مدى هل هذا الدور طابق الحاجة كاملة أم لا؟ يعني بقدر أقول أنه ساهم بنسبة كبيرة حسب التمويل اللي وفر، لأن أتينا الحكومة. احنا ذكرنا ماشي. المزارع أيضا الحكومة حاولت جهدها في ظل شح الموارد المالية والضيق اللي بتتعرض له الميزانية، حاولت أن أولا توفر السلع الاستراتيجية، حبوب، قمح، زيت، سكر إلى آخره. ثانيا، ولمسنا هذا الكلام، وما يعني للأمانة ما حدا حكى أنه والله رحت بدي أشتري زيت ما لقيت، أو خبز رز ما لقيتش، أو خبز زي ما تفضلت ما لقيت، كلها متوفرة. اثنين، نعم، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية أيضا قامت بدور مكمل لمنظمات المجتمع المدني في رعاية الأسر اللي محتاجة. مدى حجم هسه أنا ما بتحدث أنهم قاموا بكل ما هو مطلوب، احنا ما عندي أرقام، الجود من الموجود. أنا ما عندي أرقام. نعم. اللي أقدر أنت لم تطلع عليه قاعد بتحكي بالضبط. نعم. طيب دكتور، يعني أنا بدي ألخص كلامك من النقطة هاي، أنه الأردن اليوم على الرغم من أنه يعتبر دولة شحيحة الموارد، ما في، احنا مش دور نفطي اليوم، لكن استطعنا ان يعني خلينا نحكي نتأقلم مع جائحة كورونا ونوفر احتياجات المواطن الأساسية، وحتى اللي تضرر حاولنا ولو جزء بسيط حكي زي ما تفضلت انه نعوضه او ندعمه عن الوضع الاقتصادي اللي تعرض له، سواء على صعيد الافراد او المنشآت. الامور لغاية الان مريحة وماشية، تقييمك بشكل عام؟ تقييمي العام. نعم. حتى اكون منصف ومن ناحية علمية، كلمة مريحة شوية كبيرة بصراحة، يعني في دول كثير مش رح تقدر عليها، وإذا جيت أخذت حتى دول المنطقة كلها، لكن وفق الإمكانيات الموجودة بالضبط أنا هذا استطاعت. نعم. أن تقوم بهذا الدور. كان في تصرفات من كامل أفراد المجتمع، سواء حكومة أو منظمات مجتمع مدني أو أفراد، بس هذا لا ينفي أنه في فئات ما زالت معاناتها. نعم. من هذا انعدام الأمن الغذائي، من انعدام الرواتب، من قلة الأعمال، من البطالة. جميل. إنها موجودة. طيب بدي أستأذنك بفاصل ثاني قصير مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود ونستكمل الجزء الأخير من لقاء خاص، فلا تذهبوا بعيدا.
حياكم الله من جديد مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام، مساء الخير مرة أخرى دكتور فاضل، الله يعطيك العافية. نستكمل الجزء الأخير من حلقتنا، يعني إحنا وقفنا على الأسباب، تعمقنا في ملف الأمن الغذائي والتحديات اللي بتواجه مختلف دول العالم في هذا الملف. الآن شو الحلول؟ عندي مشكلة واضحة وحكينا عن أسبابها، بالمقابل لابد أن يكون هنالك حلول مقترحة حتى يعني دول العالم تعالج مشكلة الأمن الغذائي اليوم والخطر الحقيقي والكبير الذي ممكن يعني على المدى القصير أن يكون في عندنا مشكلة في هذا الجانب. تفضل. نعم، هو زي ما تفضلت، احنا كلنا شاطرين بالتشخيص بس لازم ايش نروح للحلول، هذا المهم. فالحلول حقيقة كلمة واحدة تصف شكل الحلول اللي راح أحكي فيها. نحن أمام وضع غير عادي، وضع طارئ. كورونا لأول مرة، كوفيد 19 لأول مرة العالم. لغاية الآن المعلومات الطبية تتناقض بدول العالم، مش عندنا يعني. فلذلك هو وضع طارئ. هذا الوضع الطارئ ما بإمكان أسميه إمرجنسي طوارئ، لأنه الإمرجنسي أو الطوارئ هي أول ما تيجي، بس إذا استمرت أكثر من 6 أشهر سميت الطوارئ الممتدة، protracted emergency، هذا نوع آخر. هذا صفت عايشة معك، بطلت جاية ورايحة، شتوية ومرقت، وفيش خلينا نحكي يعني اليوم وقت محدد لانتهاء جائحة كورونا. بالضبط، إذا أصبحت ممتدة. هذا يدفعنا بأن تكون حلولنا أيضا غير تقليدية، مثل ما الوضع حوالينا غير تقليدي. شو يعني حلول غير تقليدية؟ أبدأ أولا بالمشكلة الأساسية اللي بيشتكي منها أي مواطن وين ما كان، اللي قدرته على شراء هذا الغذاء، يعني البطالة، وأربط البطالة بموضوع آخر في الفقرة الأولى أو في البند الأول من الأمن الغذائي. اللي هو توفر المواد الغذائية. تمام. فالنقطتين في إشي واحد بغطيهم، اللي هو الاستثمار الزراعي. إذن الاستثمار الزراعي خلينا نحكي هو الفيصل بهذا الموضوع حتى نعالج مشكلة الأمن الغذائي باختصار. باختصار نعم، يجب أن نستنبط أساليب جديدة، وجلالة سيدنا ذكر هذا الموضوع مرارا وتكرارا وتحدث عن الخارطة الزراعية. جميل. وتحدث عن هذه الأمور. جميل. أنا بدي أشكر كل الشكر عطوفة الدكتور فاضل محمد الزعبي، الخبير في الأمن الغذائي والسفير السابق لدى الأمم المتحدة للأغذية. شكرا جزيلا لك على إجابتك على هذه التساؤلات التي طرحت خلال حلقة اليوم. شكرا جزيلا. ألف شكر. شكرا لك. دكتور. شكرا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء خاص. شكرا لكم دائما على حسن وطيب المتابعة، والشكر موصول للزملاء في الهندسة الإذاعية محمد عبيدات، وفي البث الإذاعي أحمد الحياري، وفي المونتاج حسين الجزازي، وفي الإشراف العام المقدم حمزة السعيد العبادي. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم خلال الأسبوع المقبل في لقاء جديد. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء. لقاء خاص. لقاء خاص، برنامج حواري منوع يعنى بالشأن المحلي ويتناول أبرز القضايا والأحداث والملفات الساخنة مع المسؤول مباشرة. لقاء خاص، تقديم زيد المراجده.